أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من القاهرة الإخبارية لتطورات الغارات الإسرائيلية على أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة غربي اليمن. ونتوجه إلى المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن في لو هناك. غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود، وجميعها أهداف مدنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر، وأنها بعون الله تعالى لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود، وجميعها أهداف مدنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر، وأنها بعون الله تعالى لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة. إن القوات المسلحة اليمنية وبتوجيهات قيادتها المؤمنة، ومعها كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الصامد المجاهد، لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج، وأنها بعون الله تعالى تعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن العدوان الإسرائيلي على اليمن يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي وانتصارا لدماء المظلومين في غزة. إن الشعب اليمني العظيم بقيادته وقواته المسلحة سيتجاوز بعون الله تعالى هذا التحدي كما تجاوز بعون الله التحديات خلال السنوات الماضية. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. إذن استمعنا إلى هذا البيان على لسان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، والذي قال بأن هذه الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة واستهدافها لمواقع مدنية منها مصافي النفط شركة الكهرباء سيكون الرد عليها قاسي، وأيضا استمرار هذا الرد على العدو الإسرائيلي، وأن الحوثيين لن يترددوا في مواجهة وضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي على حد تعبيره. واعتبر منطقة يافا المحتلة بأنها منطقة غير آمنة، وهنا الحديث عن تل أبيب بشكل مباشر، وأضاف بأننا لن نتوقف عن عملياتنا المساندة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مهما كانت النتائج. كما قال بأن الحوثيين يقومون بإعداد العدة لحرب طويلة مع العدو الإسرائيلي نصرة للقضية الفلسطينية، وأن هذا التحدي الذي يواجهونه في اليمن قادرين على التصدي له. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات،
وشددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرة مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار. ودعت مصر كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للقيام بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي. وأعادت مصر التأكيد على موقفها الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق إلى القطاع، وذلك على ضوء أن تلك هي الخطوة الرئيسية والضرورية لاحتواء التوتر والتركيز أو الركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وللحديث بشكل مفصل على آخر النتائج المترتبة على هذه الضربة الإسرائيلية لمواقع في الحديدة في اليمن، كذلك أيضا بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، ينضم إلينا من اليمن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. إياد، ما هي آخر تداعيات هذه الضربة الإسرائيلية ونتائجها في الحديدة، كذلك أيضا أبرز ما جاء على لسان المتحدث العسكري للحوثيين؟ تداعيات الضربة الإسرائيلية على مواقع الحوثيين، كان هناك أحاديث عن أزمة وقود خالقة شكلتها هذه الغارات بعد استهداف مخازن الوقود. هناك طوابير طويلة من المواطنين يحاولون التزود في الوقود في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. هناك تطبيقات أيضا من شركة النفط اليمنية تتحدث أن المخزون كافي ولا داعي لهذه الطوابير. أيضا الغارات كانت مركزة على أهداف في ميناء الحديدة، وكانت ألحقت أضرارا بعدد من الكرينات التي تم يعني استحداثها أو إصلاحها في المدينة، بالإضافة لاستهداف حاويات أو حاوية نفط ثقيلة كانت في المكان، بالإضافة إلى ما ألحقته الغارة التي استهدفت يعني محطة أو محطة الكهرباء، وهي أيضا تستخدم بحسب المعلومات مزدوجة يعني مدنيا وعسكريا، يقال أنها موقع مطل على البحر الأحمر. كما كانت هناك غارات مركزة على مباني في المدينة، هذه المباني يقال أنها تتبع جهاز الأمن السياسي، وأيضا المؤسسة الاقتصادية اليمنية كان هناك مخازن تعرضت لضربات، يقال أن هذه المخازن كانت تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة و الصواريخ. لا نعرف مدى دقة هذه المعلومات، لكن كانت هذه الأربع الأهداف المركزة التي استهدفها الطيران خلال الساعات الماضية. فيما يتعلق بالمتحدث العسكري للجماعة، كان هناك بيان قبل لحظات يؤكد بأن الجماعة سترد على هذا العدوان السافر حسب قوله، ولن يترددوا بضرب أهداف حيوية لإسرائيل بحسب البيان. كما قال أن قواتهم وبتوجيهات من قيادتهم تدعو الشعب إلى الصمود، وأن عملياتهم المساندة لغزة لن تتوقف مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج. هذا أبرز ما جاء في بيان المتحدث العسكري للجماعة. أيضا تحدث
أن العدوان بحسب ما جاء في البيان هو على يعني الجميع وعلى الشعب ويستهدف مقدراته، وعلى الجميع يتم التحرك رجال لنصرة القضية الفلسطينية. هذا كل ما جاء في بيان المتحدث العسكري للجماعة، وهو ما يؤكد أن هناك ربما ستكون عمليات عسكرية لاحقة للحوثيين ردا على هذه الضربة الإسرائيلية لمواقع حساسة ومهمة. إياد، ما الفارق بين هذه الضربة الإسرائيلية للحديدة والضربات السابقة التي كان يقودها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا؟ هل هناك فارق بين الأهداف المستهدفة؟ بالطبع الفارق كبير جدا. السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية كانت مركزة على الجانب الدفاعي وأيضا التصدي لهجمات الجماعة على السفن التجارية والنفطية، بالإضافة إلى استهداف قدرات الجماعة وتركيز الضربات على بعض الأحياء البعيدة أو بعض المواقع العسكرية البعيدة. لكن الضربة الليلة كانت مركزة على ميناء الحديدة، وهو كما تحدثت في مداخلة سابقة أن الميناء يعني هو الشريان الرئيسي والأكبر لإمداد المناطق القاضية على سيطرة الجماعة بالوقود والغذاء وما إلى ذلك. وبالتالي فإن هذه الضربات كانت ضربات مركزة وأيضا مجتمع، استهدفت خلالها عدد من المواقع، مواقع جديدة دخلت ضمن قائمة الأهداف التي تم تسجيلها أو تم الإعداد لها مسبقا من قبل ربما الولايات المتحدة أو الجانب الإسرائيلي، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت على لسان مسؤولين أنها لا علاقة لها بهذه الضربات. لكن على ما يبدو أن كان لها دور فيما يتعلق بالتنسيق أو أيضا المعلومات أو المعطيات العسكرية التي قدمت للجانب الإسرائيلي. الضربات كانت محكمة وأيضا استهدفت مواقع مزدوجة يتم استخدام خلالها عسكريا أو مدنيا في الحقيقة، باعتبار أن الميناء كما تحدثت كان يتحدث كثيرا أن هناك عسكرة، بالإضافة إلى أن المخازن المؤسسة الاقتصادية العسكرية يوجد بداخلها بعض، حسب المعلومات يوجد بداخلها بعض المعدات أو الصواريخ المخزنة أو الطائرات المسيرة إلى ذلك. لم تتضح الصورة بعد أو يعلن الجماعة عن حجم خسائرهم جراء هذه الغارات، لكنهم توعدوا بالرد وأنهم لن يظلوا مكتوفين الأيدي وأن هناك عملية قادمة تنفذ باتجاه مواقع وأهداف حساسة في إسرائيل. وبما ذكرت هذه المواقع، منها بشكل محدد تل أبيب كما حدث في أول أمس، وهو إرسال طائرة انقضادية من اليمن وصولا إلى وسط العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ونتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين. هل اتضح بعض حجم الخسائر في صفوف أعضاء الجماعة أو من المدنيين في هذه المواقع التي تم ضربها؟ ونتحدث عن منها مواقع مدنية، شركة كهرباء مغذية. هل أيضا ترتب على إثر ذلك تلك الأهداف انقطاع للتيار الكهربائي في الحديدة؟ فيما يتعلق بموضوع الكهرباء، اليمن تعيش في ظلام دامس منذ العام 2015. هناك محطات بسيطة وصغيرة تجارية تولد الوقود للسكان، لكن هذه المحطة كانت تستخدم لأغراض أخرى، وأيضا يعني لم تكن محطة استراتيجية تغذي المدينة بشكل كلي للكهرباء. الأهداف كانت بحسب المصادر التي حصلنا عليها أنها كانت أهداف عسكرية وأيضا مدنية مزدوجة فيما يتعلق بالميناء وفيما يتعلق بالمخازن الأخرى، أيضا فيما يدور حول استهداف الجماعة لإسرائيل. كانت منذ البداية تحدث الكثير وتوقعوا بأن هناك سيكون رد، باعتبار أن العملية كانت عملية نوعية وأيضا هي عملية جديدة اتخذت منحنى وتطور خطير على مستوى الهجمات وأيضا على مستوى الصراع القائم في المنطقة.
كانت الجماعة نفذت أكثر من عملية لكن لم تكن بهذا الحجم وبهذه الدقة، وأيضا إعلانهم أن هناك يعني طائرة جديدة وأيضا سلاح جديد دخل الخدمة يتم استخدامه وتنفيذ ضربات على إسرائيل من خلال هذه الطائرات الجديدة والتقنية الجديدة. كثير من المراقبين يرون أن اليمن ليست يعني مستفيدة من هذه الهجمات على الجانب الإسرائيلي، كما أن الخسارة الوحيدة هي على الشعب اليمني الذي تدمر بنيته التحتية. هناك طائرة تم إطلاقها لكن هناك موانئ ضربت، هناك محطات كبيرة وهناك أيضا مخازن وأيضا بنية تحتية ومباني تم استهدافها من خلال هذه القارات العنيفة التي شهدت الليلة. لكن في المجمل هو تصعيد جديد وعلى مستوى أعلى ما بين الحوثيين الذين يقومون بعمليات عسكرية يقولون بأنها مساندة للفصائل الفلسطينية، وما يجري في قطاع غزة وهو ربما ما يلقي بظلاله على الإقليم، وحذرت منه مصر أكثر من مرة وخاصة في هذا البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية. أشكرك شكرا جزيلا إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن. وهذا السؤال نطرحه على ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. ما هي ظلال هذا الحدث الذي وقع في الحديدة باستخدام 20 طائرة F-15E اتجهت من إسرائيل قاطعة 2000 كيلومتر إلى الحديدة؟ ما الذي يمكن أن ينتج عنه هكذا حدث بعد مرور يوم من استهداف الحوثيين للعاصمة الإسرائيلية تل أبيب؟ حقيقة يعني أنا أشك في الخبر الذي يقول أن عدد الطائرات بهذا المجموع واستخدام هذه المسافة البعيدة الفاصلة للوصول إلى ضرب الحديدة. قد تكون الأمور يعني فيها نوع من التضخيم المقصود لإعادة بعض الهيبة المنزوعة عن الكيان المحتل، إضافة إلى يعني إعادة بعض ما يسمى من منظومة الرد على الإسرائيلي بأن إسرائيل قادر على الرد بغض النظر عن بعد المسافة. لكن التحليل العسكري والمنطقي يقول أن الطائرات خرجت من منطقة قريبة جدا على منطقة الحديدة، وبالتالي لا يكون هذا العدد يعني عادة بالتكتيكات العسكرية في المقاتلات سواء كان القاذفات الأرضية أو الطائرات المعترضة، هناك طائرات هجومية وهناك طائرات حماية. لكن إذا كان هذا العدد قد جاء من الأراضي المحتلة من تل أبيب أو من القواعد في فلسطين المحتلة ليقطع مسافة 2000، كان يحتاج إلى أيضا طائرات وقود، لأن عملية الخزانات للطائرات F-15 أو طائرات F-16 التنكات الإضافية، أعتقد أن المسافة لا يمكن أن تكون قادرة هذه الطائرات على تحمل هذه المسافة ومن ثم العودة. لذلك لابد أن تكون هنالك مطارات وسيطة استطاعت هذه الطائرات أن تستخدمها للوصول فيما لو أنها انطلقت من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن يبدو وأنا أعتقد ما زلت أعتقد أنها انطلقت من أريتريا من قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة على منطقة الحديدة، وبالتالي هي يعني أعطت نوعا ما من ما يسمى الهيبة للجيش الإسرائيلي المهزوم منذ 7 أكتوبر. لكن أعتقد أن العملية لها ما بعدها، وبالتالي الرد الحوثي لن يكون يعني في هذا في نوعيته كما رد عليهم بالطائرة المسيرة. أعتقد أن فوضى الأهداف الآن على مساحة جغرافيا الأراضي الفلسطينية المحتلة كما قال الحوثي بأن لديه بنك من الأهداف،
أنها ستكون مؤذية جدا للجيش الإسرائيلي المحتل، وبالتالي نحن أمام تصعيد خطير. حتى لو فصلنا بين الجبهة الجنوبية المستخدمة من قبل الحوثي وما بين الجبهة الشمالية في جنوب لبنان من قبل حزب الله أو جبهة الحشد الشعبي من العراق، أعتقد أن إسرائيل فتحت على نفسها خلية الدبابير، وبالتالي عش الدبابير هذا سيقض مضجع إسرائيل وسيقض مضجع نتنياهو. وأعتقد أنها بداية النهاية قد لا تكون طويلة لحياة سياسية لنتنياهو، ولكنه أوصل إسرائيل إلى ما يسمى حالة التعاطف الدولي الأمريكي الغربي للشفقة على هذه الدولة التي كانت تعد الدرع الأول للغرب أمام المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها باءت بالفشل، وبالتالي انهارت نظرية الردع الغربية بقيادة إسرائيل. وأعتقد أننا أمام عقيدة عسكرية جديدة سيقودها فاعلين غير دوليين، وستكون هي العامل الأساسي الموجود في منطقة الشرق. حتى نفهم دكتور عصام، المتحدث العسكري باسم الحوثي قال بأننا لن نتردد في مهاجمة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي، هكذا قال. هل سيكون هذا الرد من خلال الحوثيين أنفسهم بإرسال طائرات مسيرة، أم يمكن أن يكون هناك تصعيد في استخدام نوعية الأسلحة خاصة طويلة المدى، في ظل حديث أن هناك أسلحة ربما تأتي من خارج اليمن وبالتحديد روسيا، فرط صوتية، إمكانيات أعلى لضرب هذه الأهداف، أم أن ربما محور المقاومة سيتعامل مع هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن ويقوم بالرد سواء من حزب الله أو حتى المقاومة في العراق، فبالتالي ستكون هناك جبهات أوسع، وهو ما حذرت منه مصر منذ بداية هذه الأزمة وفي البيان الذي خرج منذ قليل من وزارة الخارجية المصرية؟ سيد الكريم، يعني ما استراتيجية محور المقاومة كانت واضحة منذ بداية هذه الحرب في 7 أكتوبر 2023، وبالتالي كل جبهة هي مسؤولة عن نفسها. وهنا أنا أقول أن العملية تعتمد على التصعيد العسكري بالدرجة الأولى من قبل دولة الاحتلال، وليس من قبل حزب الله ولا الحشد الشعبي ولا جماعة أنصار الله. ومن هنا أقول أن إذا عدنا إلى التصريحات السابقة، وإذا عدنا إلى ما يعني أطلقته يعني المنشطات الإعلامية الروسية بأنها ستزود كثير من القوة المدافعة ضد القوات الغربية، كما تزود القوات الغرب أوكرانيا بأسلحة فرط صوتية، أسلحة استراتيجية، يبدو أن اليمن وأنصار الله والحوثي قد حصل على هذه الأسلحة، وأن قدرته على استخدامها أعتقد أنها قادرة على استخدامها بنجاعة وبقدرة عالية، لأن إرسال طائرة مسيرة واستخدامها لمسارات تضليلية والوصول إلى هدف أقرب ما يكون إلى السفارة أو قنصلية مكاتب السفارة الأمريكية في تل أبيب يدل على قدرة عالية باستخدام هذه التقنية. فماذا لو كانت الصواريخ فرط صوتية؟ ماذا لو كان هنالك أكثر من قاذف، أكثر من صاروخ، أكثر من طائرة مسيرة موجودة، ما يسمى باستراتيجية فوضى الأهداف على طبوغرافية الأرض الفلسطينية جميعها؟ وبالتالي أعتقد أن أي خطأ يمكن أن ترتكبه القوات الإسرائيلية سيشعل المنطقة، سواء كان في الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي الفلسطينية في شمال فلسطين، أو من قبل الحشد الشعبي الذي ما زال يرسل باستمرار مثل هذه المسيرات، ولكن ليست بالقدرة يعني التقنية العالية بالوصول إلى الأهداف كما هو الحوثي أو كما هي قوات حزب الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وننوه إلى هذا العاجل، حيث قال حزب الله اللبناني إن العدوان الإسرائيلي الغادر على اليمن
وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمال للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وهو تأكيد لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وأضاف حزب الله أن تلك الخطوة التي أقدم عليها العدو الإسرائيلي هي إذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها، مؤكدا وقوف الحزب بقوة إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه إلى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها. تفاصيل أوفى حول ما جاء في بيان حزب الله مع الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت. أحمد، تفاصيل هذا البيان وما الذي يعنيه في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل هذا البيان وهذا الموقف الأولي من قبل حزب الله تجاه العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم، ربما أهم ما جاء في بيان حزب الله هو التلميح والتصريح أيضا بأن هذه العملية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على اليمن ربما تكون إذانا بمرحلة جديدة وخطيرة، وفقا لتصريح حزب الله، وفقا لوصف حزب الله، تكون إذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة في المنطقة برمتها، وما يعني أن هذا الأمر ربما يعني تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية اللبنانية. ربما الجبهة الجنوبية اللبنانية كانت محتدمة على مدار الأيام القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب العمليات النوعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت قيادات في قوة الرضوان وهي قوة النخبة في حزب الله، قوى عسكرية في حزب الله، بالإضافة أيضا إلى استهداف عدد من المدنيين. فكان هذا التصعيد ربما غير مسبوق في الجبهة الجنوبية اللبنانية، وخصوصا مع سقوط أكبر عدد من المدنيين في عملية واحدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول في الجنوب اللبناني، وبالتالي كانت بالأمس نقطة تحول رئيسية وفاصلة في العمليات في الجنوب اللبناني. نفذ حزب الله 16 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 3 مستعمرات جديدة تصلها أسلحة وصواريخ الحزب لأول مرة، كما استخدمت أيضا أسلحة جديدة تستخدم لأول مرة. هذا بالتزامن مع العملية التي نفذت من اليمن تجاه تل أبيب، والتي أصابت عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب. كان هذا تزامن في نفس التوقيت الذي شن فيه الحزب سلسلة عمليات غير مسبوقة من الجبهة الجنوبية اللبنانية. واليوم مع توسع العدوان الإسرائيلي وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف اليمن بهذا الشكل، فإن حزب الله أعلنها صراحة بأن هذه العملية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي إذان بمواجهة جديدة وخطيرة في المنطقة بأكملها، أي أن حزب الله لن يكون بعيد عن الرد. هو أيضا الحزب وصف ما قامت به أو ما قام به الجانب اليمني هو جزء من المقاومة والإسناد لقطاع غزة، مثلما يقول الحزب أنه أيضا جبهة إسناد لقطاع غزة. فبالتالي هو يتحدث عن جبهات الإسناد وأهمية جبهات الإسناد في هذا التوقيت، وهو أيضا هذا الأمر يعني أن ربما الحزب سيكون منخرط في مواجهة وفي عمليات أكبر خلال المرحلة المقبلة. يذكر أيضا أن نعم. حزب الله قبل قرابة شهر معك أحمد. نعم أسمعك، استكمل هذه المعلومات التي تورد إليك. شهر نعم، ربما حزب الله قبل شهر وخمسة أيام تحديدا كان نشر الفيديو الأول للمسيرة التابعة للحزب التي كانت مسمى بالهدهد. هذا الفيديو تضمن أهداف عسكرية أو إحداثيات الأهداف عسكرية إسرائيلية في تل أبيب نفسها. في كان الأمين العام للحزب تحدث أن هذه المسيرة وصلت إلى ما بعد حيفا، وهو كان يقصد في هذا الأمر تل أبيب، كما رصدت إحداثيات لمواقع ومرافق عسكرية إسرائيلية ومرافق أيضا مدنية ومطارات جوية إسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية استراتيجية سواء على طول الساحل الغربي أو القطاع الغربي الساحلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو أيضا في القطاع الشرقي في الجولان السوري المحتل. هذه الأهداف وما أسماه الحزب بنك أهداف الهدهد التي جمعتها المسيرة الإسرائيلية ربما ستكون أهداف أو مسار تعاون
معلوماتي ما بين حزب الله وأيضا ما بين الجبهات في جبهات الإسناد سواء في اليمن أو في أي مناطق أخرى لتنفيذ عمليات مزدوجة وفقا لرؤية المحللين والتحليل أيضا الأولي لبيان الحزب الذي تحدث عن جبهات الإسناد بشكل عام والتي تضم حزب الله في الجنوب اللبناني والحوثيين وأيضا في هناك فصائل عراقية منخرطة تحت لواء جبهات الإسناد لقطاع غزة. فبالتالي كل هذه الأمور ربما تنذر بمزيد من التصعيد ومزيد من العمليات وربما مزيد من الأهداف خلال الفترة القليلة المقبلة. هل تحدث الحزب عن أيما تنسيق سيكون بين الحوثيين في اليمن للرد على هذه الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؟ وأنت تعلم أحمد أن هناك شعار يرفعه حزب الله هو الموقع العسكري مقابل الموقع العسكري المدني مقابل المدني، ربما الجديد في هذه المرة الميناء مقابل الميناء. نعم هذا الأمر وارد وبشدة خلال الساعات القليلة المقبلة أو ربما خلال الأيام المقبلة، وخصوصا أن موانئ إسرائيلية كانت من بين بنك الأهداف التي عرضها حزب الله في الفيديو الذي بثه عن مسيرة الهدهد التي جمعت نقاط عسكرية أو إحداثيات دقيقة لنقاط عسكرية إسرائيلية وموانئ أيضا سواء موانئ بحرية أو موانئ جوية في ربما أكبر خرق استخباراتي يحدثه حزب الله في الجبهة أو في الداخل الإسرائيلي. هذه المسيرة التي ربما ظلت لأكثر من ساعة ونصف في الأجواء الإسرائيلية دون أن تعترضها أي من صواريخ أو أسلحة أو منظومات دفاعية في الجانب الإسرائيلي حتى عادت بهذه الإحداثيات وهذه الفيديوهات والمواد المصورة والمواقع الخاصة بأهداف استراتيجية في إسرائيل. ربما ستكون هذه العملية محور تعاون استخباراتي أو تعاون معلوماتي مع الجهات في اليمن أو في أي منطقة أخرى، وربما وفقا لمنطوق البيان الذي صدر عن حزب الله قبل قليل أنه يقول أن هذه العملية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما ستجعل أو هي إيذان بوجه أو تصعيد أو أمر آخر وخطير في المواجهات في المنطقة برمتها، ولم يذكر فقط الجبهة سواء في اليمن أو في الجنوب اللبناني، وهو ما يعني أنه ربما سيكون هناك تعاون لتنفيذ عمليات كبرى موجعة لإسرائيل ردا على هذه العمليات في اليمن وردا على التصعيد الإسرائيلي الذي لم يتوقف أو كان في الساعات القليلة الماضية كان في اليمن، ولكن في الساعات التي سبقتها وتحديدا على مدار يوم أمس وأمس الأول كانت في لبنان سواء في الجنوب اللبناني أو في البقاع الغربية شرقي الدولة اللبنانية. أحمد، كان لافتا في بيان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري عندما قال بأن الهجوم على الحديدة هو رسالة لكل من يريد إلحاق الأذى بنا، هل كان يقصد حزب الله ضمن هذه الإشارة؟ نعم بكل تأكيد، فأوساط حزب الله قرأت هذه الرسالة بأنها موجهة لحزب الله بالأساس أيضا في يعني إذا كان البيان يتحدث عن ما حدث في اليمن فإنه يوجه رسالة ضمنية إلى حزب الله، وخصوصا بعد العمليات الكبرى التي نفذها الحزب من الجنوب اللبناني ربما 16 عملية من الجنوب. هذه العمليات وصلت إلى أهداف لم تكن تصلها من قبل وخصوصا المستعمرات. على مدار الساعات الماضية توسع حزب الله في استهداف المستعمرات في الشمال الإسرائيلي، وهي أيضا رسالة ضغط من قبل حزب الله على المواطنين وعلى المدنيين الإسرائيليين من أجل حثهم على الضغط أو للضغط على حكومة نتنياهو من أجل القبول بصفقة أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأيضا التهدئة في المنطقة، وكأنها رسالة واضحة من حزب الله بأنه لا عودة لمستوطني الشمال إلى مناطقهم في الشمال الإسرائيلي إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنه مهما كانت الضربات التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني موجعة ولكن سيكون الرد أيضا على قدر الحدث المستوطنات، وهي مع تعني المدنيين مقابل المدنيين في الجنوب اللبناني المواقع العسكرية الإسرائيلية، وهي تعني الجيش الإسرائيلي مقابل المواقع العسكرية أو المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وأيضا العمق مقابل العمق. فبالتالي كانت هناك عمليات في عمق أكبر من أي عمليات. وردود الفعل حول هذا البيان على هذه العمليات. نعم أشكرك أحمد، لأن هناك ردة فعل على هذا البيان سواء بيان حزب الله أو حتى بيان الحوثيين على لسان المتحدث العسكري. أشكرك عند هذا الحد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، لنرحب
بدانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية تنضم إلينا من تل أبيب. دانا، كان هناك قبل ساعة من الآن تقريبا كان هناك بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن تفاصيل هذه العملية، من شارك فيها، وكانت ردا ورسالة لكل من يريد إلحاق الأذى بإسرائيل. كذلك أيضا كان هناك بيان العقيد يحيى أبو سريع متحدث العسكري عن الحوثيين، قال بأننا لن نتردد في ضرب أهداف حيوية في تل أبيب. كذلك أيضا بيان حزب الله عن أن هذه المواجهة الجديدة مع الحوثيين وضرب الحديدة هي ترفع مستوى جبهات الإسناد بشكل أكبر. ما هي ردود الفعل حول هذه البيانات الخارجة من الحوثيين وأيضا من حزب الله ردا على هذا الهجوم على الحديدة؟ بالفعل كان هنالك العديد من التعقيبات الرسمية والتي بدأها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن مسؤولية إسرائيل بتنفيذ هذا الهجوم، ويقول أن هذا الهجوم كان قد نفذ بطائرات إسرائيلية من البداية إلى النهاية عقب اجتماع للكابينيت الأمني والسياسي الذي تم استدعاء الوزراء للمصادقة على هذا الهجوم بطريقة سرية خوفا من تسريب أي معلومات حول ماهية هذا الهجوم وطبيعته. وحتى قبل التصويت على بدء هذا الهجوم بالفعل بدأ سلاح الجو الإسرائيلي يغير على أهداف في اليمن كما قالت ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، ومنتقده وزير المالية سموتش ووزير القضاء وقالوا بأنهم لم يوافقوا على إتمام هذه الضربة وأن الضربة كانت قد بدأت بالفعل حتى قبل أن يتم التصويت عليها. فيما اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذه الضربة توضح لأعداء إسرائيل على حد قوله أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، ولربما اتخذ نتنياهو هذه العملية أو لهذه العملية هذا الاسم. وكذلك الحال قال أن الهجوم جاء ردا على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة فجر الجمعة والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي. وكان قد أضاف بنيامين نتنياهو وقال بأنه أوضح منذ بداية الحرب أن إسرائيل تلحق الضرر بكل من يلحق فيها الأذى. وكذلك اليوم كان قد اجتمع في وقت مبكر مع وزراء في الكابينيت الأمني والسياسي واتخذ القرار بمهاجمة أهداف الحوثيين في اليمن. ينظر إلى هذا التصريح بأنه تصريح دعائي أكثر منه توضيحي أو معلوماتي، وخاصة أن بنيامين نتنياهو يبحث عن صورة النصر حتى وإن كانت مزيفة. تارة يقول بأنه يتبنى هذه الإنجازات العسكرية وبأن هذه الإنجازات العسكرية ما كانت لتتم إلا بإعطاء الضوء الأخضر من المستوى السياسي، ولكننا في النقيض في المقابل نلاحظ تهربه من الإخفاق الاستراتيجي الأمني الاستخباراتي فيما حدث في 7 أكتوبر، ويلقي في اللوم على الجانب العسكري والجهاز الأمني الإسرائيلي. في المقابل أيضا كان قد قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته بأن مقاتلات إسرائيلية كانت قد قصفت أهداف عسكرية في منطقة ميناء الحديدية في اليمن ردا على مئات الهجمات والتي قدرتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ب200 طائرة مسيرة وصواريخ كروز وبالستية كانت انطلقت طوال 9 أشهر الماضية. وكذلك قال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي قبل قليل بأن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم حد زعمه بأنه طريق إمداد رئيسي لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن. في دورها كان هنالك نفي من الجانب اليمني القول بأن هذه مناطق وأهداف ميدانية وليست عسكرية. وأضاف هاجاري أن الضربات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمفرده. أما جالنت فكان قد أضاف وقال في بيان مقتضب أن دماء الإسرائيليين لها ثمن وبأن هذا الأمر تم إثباته بوضوح ليس فقط في هذه الجبهة، جبهة لبنان وجبهة غزة وأيضا في جبهة اليمن، وتحدث عن 7 جبهات يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الحال حتى زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد كان قد أثنى على هذه الهجمات، وما زالت أصداء هذه الضربة في التصريحات الإسرائيلية المؤيدة لاتخاذ هذا القرار. أما على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية
فلا تغيرات في التعليمات للمواطنين والمستوطنين الإسرائيليين سواء في تل أبيب أو في مناطق مختلفة، ولكن كانت التأهب للسلاح الجو الإسرائيلي تحديدا في إيلات، وخاصة أن المسيرات عادة التي تنطلق من اليمن تصل إلى إسرائيل، وهذه المرة وصلت إلى عقر دارها متجاوزة بذلك ما يزيد على 2100 كيلومتر ودون تفعيل صفارات الإنذار. لذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد قالت وأعلنت في بيان مقتضب أنها رفعت يعني حالة التأهب تحديدا في إيلات. نعم، وكان لافتا في بيان هجاري دانا هو حديث عن أننا عززنا المنظومة الدفاعية ومتأهبون في الجبهات كافة وعلى الجميع الالتزام بالتوجيهات. معنى ذلك أن إسرائيل تستعد لضربة إذا ما كانت من الحوثيين في اليمن، أو حتى ما جاء في بيان حزب الله وإن كان بشكل مبطن أن هناك سيكون رد قاسي على ضرب الحديدة في اليمن. بالفعل، ولربما هذه التهديدات اليمنية التي كانت عقب هذه الضربة، وكانت هنالك إشارات إلى مناطق مختلفة قد يستهدفها الحوثيون. نتحدث عن يافا وهذا السلاح الجديد الذي تم تطويره وأطلق عليه اسم يافا، وحينما قالوا بأن يافا أصبحت منطقة غير آمنة ويقصدون في ذلك الاسم الإسرائيلي لهذه المدينة المحتلة تل أبيب. كذلك الحال المنطقة الأكثر استهدافاً، وهنالك العديد والعشرات من الإسقاطات التي تتم عادة فيها. نتحدث عن إيلات وهي أقرب المناطق إلى البحر الأحمر. كذلك الحال كانت إسرائيل قد تحدثت بأنه لربما يكون هنالك استهدافات مختلفة، وخاصة أن كان هنالك تهديدات من قبل الحوثيين مرارا وتكرارا بأن يتم استهداف ميناء حيفا في داخل الخط الأخضر الفلسطيني المحتل. كذلك لربما بعض هذه التصريحات من حزب الله، وأصلا هنالك رفع حالة تأهب عند الحدود الشمالية يضع إسرائيل من شمالها إلى جنوبها في حالة طوارئ وفي حالة تأهب. نعم، إذن نحن أمام تصعيد أكثر خطورة نتيجة لأنه إذاعة الجيش، جيش الاحتلال، قالت عن مصدر سياسي لم يكن في حساباتنا توجيه ضربة قوية للحوثيين فقط، إنما توجيه رسالة لكل مكونات المحور الإيراني. إذن هي رسالة للجميع، من يتفق مع هذه الرسالة ومن يختلف معها في تل أبيب خاصة، وكما ذكرت دانا بأن هذه الضربة لم يكن عليها إجماع من مجلس الحرب. نعم، نتحدث أن طارت عادة يكون هنالك توجيهات وتهديدات إلى إيران وإلى أذرع إيران كما يقولون أو حلفائها في الشرق الأوسط، ويقصدون في ذلك من الجنوب، نتحدث عن اليمن وهذه الضربات المستمرة التي تستهدف جنوب فلسطين المحتل، وأقصد بذلك إيلات. أما وإما يتحدثون عن فصائل المقاومة في الحدود الشمالية، يتحدثون عن العراق من الجهة الشرقية، يتحدثون عن لبنان، عن سوريا، وبأن إسرائيل يمكن أن تجابه كل هذا الخطر الذي يلاحقها، ولكن المصدر إيران. التحليلات الإسرائيلية تقول أن استخدام هذه الأنواع من الأسلحة التي مسافة طويلة نسبيا جغرافيا، هذه رسالة أيضا إلى إيران بأن هذه المسيرات وهذا الطائرات الحربية الإسرائيلية التي وصلت إلى اليمن تستطيع الوصول إلى إيران. وهذا ما قاله بنيامين نتنياهو بأن هذه الضربة ليست مباشرة إلى اليمن بل إلى إيران، بالقول أن من استطاع الوصول إلى اليمن يستطيع الوصول إلى إيران أو أي من أذرعها أو حلفائها العاملين في الشرق الأوسط والذين يهددون وجود الدولة الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، شكرا جزيلا لك. إذن هذه هي تغطية مستمرة معكم من القاهرة الإخبارية لتداعيات الضربات الإسرائيلية على ميناء حديدة في اليمن.